السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان. الحلقة هذه تختص باستجداء. نحن نريد الجميع تكاتف، نريد كل من الذي أمنا، ونريد المجتمع الدولي حتى نستطيع نمضي قدما ترك أثرا للجيل أجيال القدم، بأن فعلا هناك شيء بسيط ورخيص وفي متناول الجميع له تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان. و13 سنة نحن حتى الآن، منذ عام 2007 اكتشفنا العلاج بالماء الساخن وفوائد الصحية والعلاجية على صحة الإنسان. منذ اكتشافنا وحتى نحن في هذا اليوم بهذا العام 2020، 13 سنة ونحن مواصلين هذا الكفاح السلمي بقدر المستطاع. طبعا كل ذلك بدأ من قصة وراء هذا الاكتشاف. حين مرت والدتي رحمه الله تعالى معاناة صحية امتدت لفترة طويلة من الزمن، 35 سنة. بدأ ذلك من 1960 مرور إلى 1991، وأدى لذلك نتيجة لهذه المعاناة الصحية بانفصال، يعني نحن جميع أفراد الأسرة مكون من 8 أفراد إلى مجموعتين لتلقي التربية الأسرية من عمومنا. ونتيجة لأن الوالدة كانت تمر بعملية جراحية كل سنة سنتين بكثير 3 سنوات، وأدى لذلك كل هذه الفترة مرضها 10 عمليات جراحية باطنية، منها 3 يعني 7 طبعا، من هذه 17 عمليات 7 في أفريقيا و3 في المملكة المتحدة. في حين في سلطنة عمان بعد العملية 7 في سلطنة عمان اكتشف في مستشفى السلطان بأن هي مصابة بسرطان الرحم، وبالتالي تم نقلها إلى تلقي العلاج في المملكة المتحدة. ولكن مع ذلك، بالرغم من ذلك، كل هذه 3 عمليات تتعلق بالعلاج الكيماوي لم تكن أي منها جدوى، إلا فقط إطالة العمر. ولكن ما 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 يعني ما دام لفترة إلا سنوات قليلة فقط. فكلما كان هي يعني يتم عملية جراحية أو عملية الكيماوي، العلاج الكيماوي الأول، ترجع للسلطنة عمان بعد كم شهر، ومن ثم يرجع مرة ثانية الأورام السرطانية تنمو بشكل مكثف، وترجع مرة أخرى لبريطانيا لتلقي علاج كيماوي. فثلاث مرات يعني 3 عمليات 3 علاجات كيماوية. وطبعا كل هذه الفترة يعني 35 سنة هذه كلها عملت تأثيرات سلبية على معنوياتي الشخصية، ولتلاقي أيضا يعني حنان للوالدين. أبحث عن هذا الشيء الذي اعتبرت أنه فقدت، يعني الحنان للوالدة والحنان للوالد. ونتيجة لذلك منذ الطفولة وأنا بعمر تقريبا 6 سنوات، من تقريبا 1968 وتقريبا أو 70، فكان بديت أنظر إلى السماء، النجوم، وأتمنى أمنيتي أن عندما بلغ من العمر أوصل إلى حلمين، طموحين. طموح الأول شفاء الوالدة، طموح الثاني شفاء العالم بدون أي أضرار جانبية. لم أكن أتوقع بأن سيكون فعلا هذا الاستجابة في وقت متقدم من العمر في سن المراهق، لكن كل هذه السنوات أثرت فيها. ونتيجة لذلك مريت إلى ما أستطيع أسميها تأثيرات البوميرانج، وكل هذه أدت إلى عقدة نفسية وأعمال شاقة جادة، لأن تحولت الأوراق بأنها صديقة لي، وبالتالي بدأت أعمل لفترات طويلة من الزمن. حتى لما كنت أعمل مهندس لدى وزارة الإسكان للوظيفة الأساسية، مهندس إنشاءات مسح الكيميات، كنت أعمل لفترات طويلة من الزمن، وصلت تقريبا يعني ما يوميا شبه تقريبا 12 ساعة حتى 15 ساعة، ومرتين عملت 23 ساعة متتالية بدون توقف. لم توقف إلا أنهي أعمالي، لكن كل هذه طبعا يعني أثرت فيها. وأيضا كنت أمر برحاب الصيدلة، يعني أخاف من خوف الشديد والرعب باستخدام الأدوية الأقاخير الطبية للأسباب المرتبطة بالمرض الطويل لفترة طويلة من للوالدة، وانفصال من الوالدين للأسباب التي أسلفتها. وهذا أدى إلى
العقاب ما يسمى أسميها الانفجار الكبير، انفجار الكبير ذهنية، وهذا أدى لذلك إلى أعراض المرض وتظهر علامات المرض. فبالتالي جسمي يعطي إشارة الأولى بأن هناك خطر قادم، لكن وبالتالي كالعادة نرجع لأنه نروح نلجأ للطبيب والطبيب يكتب لنا وصفة الأدوية ونستخدم هذه الأدوية، لكن كون الأدوية لا تعالج أسباب المرض فقط أعراض، فيعود المرض بشكل أقوى ونأخذ أقخير بشكل اللي هي أقوى يعني بشكل أكثر وامتد هذا من سوء إلى أسوأ. لذلك عندما بعد ذلك أصبت بحساسية الجيوب الأنفية، ومن ثم أصبت بنوبات الربو مرتين، يعني طيحنا الأرض يعني فقدان الوعي، وهذا كان نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد المكثف. وطبعا كالعادة أرجع للطبيب ويكتب له وصفة لاستخدام البخاخ واستخدام كل هذه أدوية يعني ضد الربو لمساعدة التأقلم مع الربو. إلا الوضع كان متحول من سوء إلى أسوأ نتيجة تكثيف استخدام الأدوية وكثرة مراجعة للطبيب واستخدام هذه الأدوية، أدى إلى إصابتي إلى بالصداع نصفية، لأن كنت أصيب بصداع شديد شديد يمتد لمدة أسبوع لأسبوعين متواصل، وما استخدام أيضا عقاقير طبية كالعادة، رجع لي طبيب، الطبيب يكتب لي الوصفة عقاقير طبية، فوصل إلى نهاية المطاف إصابة بآلام أسفل الظهر، وهذا طبعا وضع بدأ يتدهور إلى نوع من انفجار في العاصفة الذهنية، بحيث أن لا 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 يمكن أترك وضعي يكون يتدهور. ولذلك بدأ هذا الرهاب يعود من حيث كيف كانت الولدة، وبدأت تخوف من هذا بحيث أن لابد إيجاد حل بديل ولا الاعتماد على عقاقير طبية، لأني لم تنفعني فلم تنفع للولدة فإن كيف ستنفعني، وما هذه كل فترات من الزمان. لذلك كل شيء تغير في يوم واحد، بدأ ذلك في التحليل في المطبخ خلال تجربة الذاتية في عام في أغسطس من عام 2007، حين استخدمت في بالمطبخ وأنا غسل صحون أطباق هي فيها بقية الطعام بها الدهون يعني، واستخدمت في بهذه الأطباق طبعا جزء واحد من هذه بقايا الدهون من بقايا الأطعمة وفيها نسبة معينة من الدهون، استخدام الماء بارد، هو طبعا كان هو معروف الماء بارد يؤدي إلى تجمد هذه الدهون، ومن ثم عملت العكس التجربة وطبعا كما هو معروف لدى الجميع أنه يعمل تصفية كامل للصحون وتصفية لهذه الدهون وبدون حتى استخدام الصابون، وهذا أدى لذلك يعني نوع من الانتباه ذاتي بأن فعلا تقريبا وصلت إلى 11 سنة تقريبا وأنا لا أستخدم الماء البارد، لأن هناك دراسات أثبتت بأن الماء البارد يؤدي إلى ضعف التمثيل الغذائي ويؤدي إلى تراكم في النفايات وتتحول إلى مواد صلبة ويؤدي إلى أمراض حتى السرطان وأمراض القلبية وأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والمشاكل هذه. لذلك 11 سنة لم أكن أستخدم الماء البارد إطلاقا حتى جميع أفراد الأسرة، لكن لم يكن كافيا، وأنا لأن كنت أستخدم أتناول أو أشرب الماء الفاتر أو الحار يعني اللي هو الحارة الغرفة. فتلقائيا اتخذت قرار وبلغت زوجتي وبلغت المستشفى الذي كنت تلاقي علاج لزوجتي، كانت عمل ممرضة في مستشفى الشرطة عمان السلطانية، وبالتالي بلغت وبلغت الطبيب. عندما رجعت للطبيب بلغت أنه أنا قررت أن أتوقف استخدام الأدوية، فسألني لماذا، فقلت له أن أنا بديت أطبق البرنامج الماء ساخن، فهو تعجب يعني لماذا قلت هذا الكلام، لكن طبعا لم يمنعني لم يقول شيء، فقلت له ما راح استخدم الأدوية منذ اليوم. وخلال سنة واحدة ويعني بالضبط من هذا التجربة بدأ أغسطس 2007، في عام 2008 أغسطس رجعت للطبيب طبعا بعد ما حسيت وضعي يتحسن، منزلي قريب الفاشاط دائما أروح هناك وألعب كرة مع أولادي، وبالتالي يعني بديت أحس أن
وضع صح يتحسن من يعني من وقت لآخر من شهر لشهر. لذلك لما رجعت للطبيب عمل فحوصات طبية شاملة 63 فحص طبي شامل وموجودة عندي الفحص الطبي بالكامل تقرير كامل كل كرة الدم البيضاء السكري والضغط ارتفاع ضغط الدم كل هذه هيموغلوبين كل هذه فحوصات ظهرت بي نتائج كأن مولود من جديد. يعني نتائج كثير يعني مش صحة وعافية وخلو بالكامل من جميع الأمراض. لذلك الطبيب اندهج وبالتالي رفع الموضوع إلى اللجنة الطبية وناقش الموضوع مع اللجنة الطبية واتضح بذلك فعلا من خلال الخلو من أمراض بدون استخدام العقاقير الطبية فقط من خلال تناول 8 كؤوس من الماء الساخن وبنحوني تقرير من اللجنة الطبية كما هو مبين لديكم موقع من إخصائي الطبيب الإخصائي ورئيس اللجنة الطبية بمستشفى شرطة عمان سلطاني شفيت من جميع الأمراض باستخدام الماء الساخن بدون الأدوية. طبعا على ضوء ذلك أردت أن أيضا نشر الخبر لأن أمنيتي أن شفاء العالم وبالتالي بدأت يعني تلقي دعوات لأن هناك أشخاص بدأت يستفيدوا ووصل إلى حتى اليوم 13 سنة 60 محاضرة دولية طبعا حول العالم في دول مختلفة مدارس كليات جامعات جمعيات مؤسسات صحية جوامع كنائس شركات وكذلك لزيادة نشر الوعي وصل إلى أيضا مقابلات إعلامية بدأت تأتي طلبات لإجراء مقابلات إعلامية للنشر هذا كيف توصلت إلى هذا الاكتشاف والآخر وبالتالي وصلت إلى 92 مقابلة إعلامية من خلال هذه المقابلات الإعلامية غطت لقاءات تلفزيونية ومقابلات صحفية ومقابلات إذاعية ونشرات صحفية وبالتالي حتى نواصل نشر هذا نشر الوعي والمعرفي لهذا الاكتشاف بأن هناك فعلا شيء بسيط وسهل في تناول الجميع. ومن ثم بدأت أسافر إلى العالم لعدة دول مختلفة لإلقاء أوراق أعمال في مؤتمرات دولية وبالتالي هذه المؤتمرات الدولية غطت دول كثيرة وحتى طبعا تاريخه يعني فترة 13 سنة 8 مؤتمرات دولية في ملبورن أستراليا الشرق الإمارات العربية المتحدة أبوظبي الإمارات العربية المتحدة ودبي الإمارات العربية المتحدة سان دييغو الولايات المتحدة الأمريكية كولكاتا الهند ومانيلا الفلبين. ومن ثم يعني ألفت كتابين عن ذاك في عام 2010 وشاركت هذا كتابين من خلال الناشر أوثر هاوز الشركة الأمريكية ومقر عنده فرع في بريطانيا وأيضا حبيت أن أيضا أشارك كتابي في معرض دولية للكتاب ومنها التي هذه المعرض غطت كل من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية وهو أكبر معرض دولي للكتاب وفرانكفورت بألمانيا لندن بالمملكة المتحدة مسقط في سلطنة عمان بيجينج في الصين الدوحة عاصمة قطر وأبو ظبي الإمارات العربية المتحدة وحتى الآن وقريبا ألفنا كتاب ثالث وهذه هي الكتب التي ألفناها وصل إلى 3 كتب. الكتاب الأول بعنوان معجزة وعجاب العلاج بالماء الساخن والكتاب الثاني قيم الحياة السعيدة وإصرارها من أجل حياة أفضل هي نظريات فلسفية وكتاب مؤخرا قبل شهور بعنوان تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 والكنز المفقود. كما ترون أمامكم حتى الآن وصلتنا إلى 50 حالة الشفاء أكثر من 500 حالة شفاء منها تدرج إلى 57 مرض وحالة صحية و22 فائدة صحية كما ترون في القائمة أمامكم. وعلى ضوء ذلك أيضا تلقينا 3 أبحاث سريرية التي تمت إجراؤها على الفئران قبل
بروفيسورة، هي مديرة أبحاث في جامعة في دولة الجزائر، وقدمت تمت هذه الأبحاث على سريرية على الفئران لمدة 3 سنوات، وهي تدرس الطلاب وطالبات لورقتي الدكتوراه والماجستير. لذلك عملوا هذه الأبحاث على الفئران في 3 سنوات متتالية، بدأ من 2017 ثم 2018 ثم 2019، وكانت النتائج كثير مشجعة باستخدام الماء الساخن وما تظهر فيها من فوائد صحية في الخلو من أمراض القلبية وأمراض المستعصية أخرى مثل الكوليسترول السيء ورفع نسبة الكوليسترول الجيد وتخفيض الدهون، تخفيض الوزن، وفوائد صحية كثيرة. وهذا طبعا كل بحث يحتوي تقريبا 80 صفحة، ولدينا هذه الأبحاث. وعلى ضوء ذلك طبعا نحن حبينا أيضا يعني نوضح للمجتمع الدولي أدينا لعلينا ولازال نواصل اجتهادنا ومجهودنا، لكن هذا المناداة، هذا الاستجداء، نناشد المجتمع العالم، نناشد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الغذاء والدواب الولايات المتحدة الأمريكية، زعماء العالم، منظمة الصحة العالمية، معهد الصحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، فاعلوا الخير، سلطان عمان، زعماء الخليج العربي، لأننا طبعا أنتمي من سلطنة عمان، مستثمرون أيضا، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، المشاهير، الجمهور العام، معهد البحوث، حتى العلماء والباحثون. بهذه الطريقة نستطيع نجعل هذا العالم عالم أفضل. وحتى شركات الإنتاج الدوائية، لأن أيضا شركات الأدوية تنفق مليارات. يعني تخيل ان الدواء الواحد يكلف ما يقارب $1 مليار أمريكي، ويستغرق تقريبا 15 سنه دواء واحد، تكلفه الاستثماريه لانتاج الدواء. فهذه الشركات هي شركات ربحيه، فتريد ان بالمقابل تبيع هذه الادويه وتحقق ارباحها. اذا حقيقه تستثمر $1 مليار لابد يكون استثمار العائد الاستثمار يكون اكثر من ذلك. لذلك لحان الآن فهذه تعتبر عاصفة التغيير، لأن بالتحديد بعد أحداث فيروس كورونا المستجد 2019 العالم يتجه لعالم جديد، عالم آخر، عالم الذي قلل من استخدام العقائق الطبية، لأن أصبح الإنسان معاصر لديه كل المعلومات بحيث أن يغير يعني نهج الحياة، نهج نمط الحياة، ومن خلال الرياضة، من خلال النظام الغذائي السليم، من خلال الرعاية الصحية النفسية الذاتية، وكذلك العلاج بالماء الساخن، لأن أصبح الإنسان هو طبيب لنفسه. وبالتالي ستكون طبعا بالنسبة لشركات الأدوية ستكون هي كارثة عالمية، وهي بدأت تظهر هذه المؤشرات، لأن سيكون سيقل الحاجة، ستقل الحاجة مليحة لاستخدام الأدوية، وكذلك حتى الأطباء بدل من يعملون وصفة للأدوية للمرضى سيكون في إطار رعاية صحية في نظام غذائي، وكذلك العلاج بالماء الساخن كما تحدث عنه توماس إديسون حول الطبيب المستقبل. لذلك نناشد المجتمع الدولي، نناشد الجميع كما أسلفنا بحضوركم، برعايتكم، بمساعدتكم، بوقوفكم معنا جميعا، الجميع الذين نناشدهم كما ذكرنا قبل قليل، نستطيع نجعل هذا العالم عالم أفضل ينعم بسلام وأمان والتعايش السلمي وحياة كريمة وصحية للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة. الحمد لله طعم لذيذ الماء الساخن.